مطر تعيد راهي ديم ماحي والنعم نقوم بني حموده. احنا حاليا باي منطقه؟ منطقه كريب. منطقه كريب نزلت ساكنتنا نزلتنا اول متنين هنا ما خلقنا واستوينا. هذا وين النخل الاصليه هذه منا، وهاي السكنه هناك محترقه والشعبه ومنا بطيح ما بدي ياكل. وهذه عش والرعله والغشبه كلها هاي مناطق تابعه. جبل لنا جبل ضواحي الرعله فوق منطقه فوق هذيك القمه هذيك لينا ومحترقه لينا وادي عش لينا. زين عطان العمين كان يسكن هذه المنطقه وشو كان اعتمادهم على رعي الاغنام على العسل على شو بالضبط؟ اعتماد بطيء عمش على العسل وعلى خبز بر وخبز الدخن من النخل. اول ما هي السح من النخل كله من النخل ما هي مكان من العسل من الجبل والكامي والسمن كله من الغنم والجبن كله من الغنم كلنا ساقين في هذا المكان. ما حد عندنا لا بر ولا شيء. نعم خلقنا كلنا. قلت لي انتم تزرعوا كنتوا الدخن؟ نعم نزرع الدخن نزرع البر نزرع البر نزرع نزرع الصيف نزرع البطيخ ونزرع الجح ونزرع البصل ونزرع الرويد ونزرع القرقير كله نزرعون. هذا زرعنا وهذا عايشين عليه. زين اول قديم زمان الاولي انتم كنتوا تتاجروا بالبضاعه تشلوها تبيعوها مناطق ثانيه؟ نشيل راس خيمه حطب سخام ويزر وفندال وعسل وسمن ويبن هذا كله نشيل راس خيمه. نعم وغير ما عندنا. زين زين كلمنا عن الحياه الاوليه كيف كنتوا عايشين؟ اول عندكم كرين ولا عندكم بيوت الحصى؟ عندنا بيوت حصى وعندنا بيوت سعف سعف عسبق كل ما عندنا الا عسبق وهذا غير ما جاي. وعنده طي عمر الش دعون طي حصى خيام بالحصى ما عنده شيء غير. هذا دعون ما شيء هذا بستو ما شيء هذا طي عمر شينكو ما شيء كله حصى وعسبق غير ما هي. احنا زين شو عندكم؟ عندكم وديان ولا عيون طبيعيه ولا طويان؟ اول عندنا طي عمر طويان وعندنا عيون طبيعية طبيعية كل شيء عندنا هو طبيعية. وديان هذه وخشان هذه وطوى منا وطوى منا طوى بعد هذاك الجبل الاخضر خلق مصيبه ما تيبه تموت تابع غالي غاف غالي غاف لينا. عندنا بطيء عمش وعوب وعندنا بطيء عمش الوعوب هذه تشرب على ماي من الجبل نعض نعض من داخل الجبل وينعض من داخل الجبل من سنين الحين عاد يبس عنا يوم يبس عنا ما عندنا ماي منا ومنا 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 بس قد احنا رقوق وقد احنا كل شيء وزروب مال الغنم طي ما قبل ما صيام ما صيام كلها زروب. نعم وما غير عندي واحد ونخل قديمه مال اول من سنين نخل نقله كم طولها. نعم زين خبرني وين الوعوب اللي عندكم؟ عندكم وعيب اللي انت تقول تزرع فيها الدخن والبر؟ هذه الوتخة النخل اليوم النخل نخل كريب هي هذه هي نخل كريب طويل عمر عابوط هاي يطلع منه نعاض مال الماي ويسقي منه النخل ويسقي منه الزراعه ويسقي منه منه ومنه ومنه. والحابوط هو هذا يسموه بروحه حابوط كريب؟ هاي حابوط كريب. نعم وخلقت الدنيا علي. ايه نعم لين الحين موجود محله الحابوط. هذا يغذي المنطقة كلها ولا بس مزرعة واحدة؟ كان يغذي المنطقة. هذا يتولف منه الماي من العين دايركت من عين اللي من الجبل من مرة على طول من الجبل. العين عادي الجبل. عادي مرة سيدة ويتولف فيه هذا الماي يشربوا منه الناس
ويربوا منه حيوانات وكل شيء مريها. والنخل هي هذه هي النخل الحابوت قريب نروحها مره دايرك. هي هذه اول نخيل واول هاي. وكانت السكنه تقريبا هان هالمكان هذا سكنه السكنه الاوليه شواب. هاي سكنتهم.